طيب والحمد لله كمان شايفين علي معلول يعني موجود بيجري بعض التدريبات العلاجيه، كل اللعيبه موجوده في التدريب، كل اللعيبه يعني نبص على الوشوش نشوف في استعداد كبير، في حماس، في ثقه، في استعداد ان شاء الله لمباراه مهمه، مباراه ممكن تتكتب في تاريخ اللعيبه الجيل ده في النادي الاهلي. النهارده الجيل ده لو اخذ البطوله دوري ابطال افريقيا للمره الثالثه على التوالي هيكون أول فريق في قارة أفريقيا ممكن يكتب تاريخ جديد. فالنهاردة الجيل ده عنده هدف كبير، نتمنى له إن شاء الله كل التوفيق. كابتن حشيش، مباراة صعبة لكن مش مستحيلة. النادي الأهلي كان فيه مباريات صعبة كتير قدر يتجاوزها، قدر يكسبها، قدر يطلع منها بالنتيجة اللي هو عايزها. كانت قبل كده في البطولة التاسعة والعشرة شفنا الوداد، شفنا ترجي، شفنا سان داونز، فرق كبيره والنادي الاهلي قدر يعدي منها. انت راح يا اسامه مش مغلوب 1-0 ولا شايفين اللقطه دي كمان يا كابتن حشيش. بدر بنون وهو يعني في تدريبات النادي الاهلي هو بيسلم على كل بعثه النادي الاهلي، الاداريين، العمال، الجهاز الطبي، اللاعبين. بدر بنون واحد من العناصر الاساسيه اللي بنتمنى ان شاء الله للشفاء العاجل ويرجع مره ثانيه، عنصر مهم جدا في دفاعات النادي الاهلي، وهو دلوقتي قاعد في المغرب فبيزور بس النادي الاهلي. بيسلم على كابتن محمود الخطيب على يعني وكلمات ما بينه بس وبين السويتر محسسنا انه جامد قوي من فوق عنده عضلات جامده ملاكمه كده يلعب ملاكمه على الكابتن حسام غالي على الدكتور محمد فارق شاوي. كتير في النادي الاهلي طبعا يعني احنا بصراحه عندنا في حته البناء الهجمه بقى لنا فتره فيها مشكلة شوية. أكيد. وجود بدري بنون بيحل المشكلة دي بصراحة يعني. طبعا. فوجوده فارق كتير يعني. فألف سلام عليه. النهاردة رجع أحمد نبيل كوكا مضاعفات ما بعد كورونا، برضو نتمنى إن شاء الله بشرة خير إن بدري بنون يرجع بإذن الله. كويس. ومكسب النهاردة في حد ذاته برضو بشرة خير يعني. عايز أقول لك يا أسامة إن المباراة أنت مش رايح خسران ولا رايح متعادل، أنت برضه رايح كسبان. يعني النادي الأهلي كسبان هنا ورايح، فمش حاجة اسمها مستحيل وغير مستحيل. ده مباراة كرة قدم، ما بقتش بيفرق دلوقتي المباريات طبعا جوه أو بره. بدر بنون وهو رايح لزمايله اللاعبين هم الاجتماع قبل التدريب، وهو يسلم على كل زمايله اللاعبين والجهاز الفني، كابتن سيد عبد الحفيظ، كابتن سامي قمصان، بيتسو موسيماني، ودعم مهم ان برضه يعني طبعا يقول لعيبه ان انا موجود معاكم، احنا هنا انا في المغرب لكن يعني قلبي دايما مع النادي الاهلي. بدر بنون فكرني بهنيدي يوم ورا يوم نافل الجاكيت الجاكيت كان عايز اقول برضه حاجه، نقطه مهمه جدا في مباراه الرجاء، انا شايف ان 50% من قوه الرجاء جمهور في المباراه دي، و50% ضربات ركنيه. انت هتمنع ازاي قوه الجمهور؟ بان انت بتستحوذ زي ما قلنا في اول 20 دقيقه على الماتش، بتستحوذ على الكوره وبتفرض شخصيتك من اول دقيقه تحديدا في اول 20 دقيقه، يبقى انت كده نوعا ما بتمتص الحماس بتاع الجمهور. تخلي بالك جدا من الضربات الركنيه، وفي نقطه غياب مروان الهدهودي نتيجه الطرد اللي هو المميز اللي مسجل اربع اهداف المدافع اللي هو طوله 1.92 متر سنتي او 1.93 متر، غيابه هيفرق معاهم في الضربات الركنيه، ولكن لازم نخلي بالنا من الضربات الركنيه. وبعدين الحارس المرمى كان عنده توفيق غير عادي في المباراه دي. انا شايف صح بيعمل ضغط، ما هو دي نقطه مهمه كابتن محمد حضرتك بتتكلم فيها، ان انت طول ما الوقت بيمر طول ما الضغط بيزيد عليهم طبعا مليون في عشان كده اول نص ساعه في الماتش ده اهم نص ساعه. ليه؟ انت طول ما الوقت بيمر لغايه وصلت للدقيقه 60 والنتيجه 0-0 الضغط بيزيد عليهم، مليون في المية. التركيز بيقل. صحيح. على فكره احنا برضو كان عندنا كده، احنا الجون صحيح. جاي مننا في ايه؟ الجون اللي جاي فينا أيوه. جاي لو من بدايته رميه تماس صحيح، فده دليل ان كان في غياب تركيز في الدقيقه كام؟ طبعا في اخر الشوط الاول. المباريات اللي زي دي محتاجه تركيز طول 90 دقيقه صح. زي ما الكابتن حشيش قال ما ينفعش ان انا يدخل فيا اهداف، ودايما اسعى وانا عامل خطه يعني فيها توازن ان انا ممكن اخطف. بتلعب على التفاصيل الصغيره، اخطف هدف ده بيصعب اللقاء على فريق عشان الرغم. النتيجه بتقول ايه؟ انا لو ما دخلش في